USS Chanel Maroc. لا تتوقف أعينهم عن المتابعة المباشرة، هم يقومون تحت هذه القبة بالتخطيط للعمليات الجوية ومتابعة تنفيذ المقاتلات الحربية لتلك الخطط منذ انطلاقها حتى تصيب الهدف المحدد وتعود للتسليح مرة أخرى. هناك خطوات يتم اتخاذها قبل التعامل مع أي هدف، وهي بناء على معلومات مسبقة يتم التأكد بعدم وجود أي مدنيين، حكما بأن ميليشيا الحوثي تستخدم المدنيين كدروع بشرية، ونحن يجب أن لا نصيب أي مدني مهما كانت الظروف. يلا يعطيك العافية، موفق مهمة. هنا قادة أجنحة وأسراب المقاتلات الحربية يناقشون تطورات مسرح العمليات ليتم تزويد قائدي المقاتلات بالمعلومات اللازمة قبل توجههم لشن الغارات. مقاتلات تهبط وأخرى تحلق، مدرج المطار لا يهدأ، ذخائر مصفوفة على كل جناح جاهزة للعدو. الحمد لله على السلامة يا كابتن. الله يسلمك. كيف كانت المهمة؟ الحمد لله خرجنا المهمة وألغيت المهمة من قيادة التحالف. اي ليش ألغيت؟ ألغيت المهمة وقت الاستهداف، كان هناك وجود المدنيين لاحظنا ذلك، أبلغنا قيادة التحالف بذلك وأمر بإلغاء المهمة. المقاتلات السعودية التي تحلق بتشكيلات مختلفة في السماء بفضل قائديها سخرت من أجل إعادة أمل بلد، وجاهزة للتصدي لمن يحاول الدخول شبرا واحدا إلى المنطقة. هاني صفيان. يجلس في هذه القاعة طيارون وفنيون تابعون للقوات الجوية الملكية السعودية للاستماع إلى التعليمات الأخيرة لتنفيذ المهمات العملياتية الاستطلاعية لتزويد قوات التحالف بالمعلومات الدقيقة لمواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. طبعا طائرة الكينج إير وما لديها من إمكانات ومن احترافية من العاملين عليها لديهم الصورة اللحظية لمنطقة التهديد، فبالطبع يتم التفريق بين المناطق العسكرية والأهداف العسكرية وبين المدنية. منظومة طائرات استطلاعية ومعلوماتية تعطي إحداثيات لمخازن أسلحة الميليشيات ومواقع تجمعاتهم مثل الأواكس والكينج إير وغيرها من الطائرات الاستطلاعية المتقدمة، كما خصصت طائرات الـ MRTT والـ KA-3 لتزويد الطائرات المقاتلة بالوقوع. أما طائرات النقل من نوع C-130 فقد قامت بدور كبير في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية من دواء وغذاء إلى داخل اليمن،
بعد التوجيهات في بالأعمال الإغاثية للداخل اليمني، قامت هذه المنظومة بتنفيذ العديد من المهام في الداخل اليمني، سواء بالإسقاط أو بالنزول في المدرجات المؤهلة هناك، سواء مدرجات إسفلتية أو مدرجات رملية. بفضل هذه المنظومة المتكاملة التي يقودها طيارون سعوديون دربوا على أعلى مستوى، تستطيع المقاتلات الحربية تحديد الأهداف الصحيحة لمواقع العدو دون أن تصيب المدنيين، بعكس ما تفعله الميليشيات لمواطنيهم. هانس فيان، العربية، الرياض.